وتحدد سعر غالبا طبعا أعلى من المستوى اللي هي واقفة عنده. مثلا نقول سابق الآن اليوم سعره 50 ريال. إحنا إلى الآن يعني على فكرة ما عندنا sell side research اللي هو التقارير يعني ما ننشر التقارير حقتنا. عندنا buy side research للاستخدام الداخلي، لكن خلال الشهر هذا بنجيب يعني هتطلعون أسعار بنبتدي نطلع تقارير. أنا أتفق معك لو كان التقارير موجودة على كل الأسهم الموجودة في السوق. أوكي. لكن لما تجي أنت كمحل مالي تبغى تبتدي تغطي الشركات، تبتدي تدور أول شيء من هي الشركات الكويسة. وعلى الشركات الكويسة هذه تأخذ يعني اللي أداها كويس جيد في السابق وأداها المتوقع بيكون جيد. هذه هي أول شركات تبتدي تغطيتها. بعد ذلك تبتدي تناظر وش الشركة، لأنه طبعا كل الشركات هذه ما عندها قدرات أن تغطي كل ما يخالف. أوكي. بعد ذلك تبتدي على يعني لما تكمل كل تغطية كل الشركات جيدة تبتدي على الشركات اللي بعدها الشركات اللي بعدها. فبالتالي تبتدي يعني أول معادة يعني العرف اللي موجود لما تبتدي تغطي على أي شركة تبتدي بتغطي على الشركة ويكون توصية بشراء. ولا وش الهدف انك تبغى تناظر على الشركة هذه؟ يعني عملية شرائية اكثر كبداية للتغطية. بعد ذلك لما خلاص صارت التغطية موجودة لابد تعطي رأيك الصحيح. يعني مثلا لما تيجي على شركة سابق، واتمنى انه ما تنزل يعني عشان ما يصير نعطي توجيه، احنا عبرنا 50 يعني بالضبط، يعني الحين سعرها 98 بالضبط. فلما تيجي انت تناظر يعني على شركة معينة وجيت حطيت عليها شراء وهي كان سعرها 50 وصل الى 70، بعدين جيت بعد كذا بعد 3 أشهر او 6 أشهر او سنة وشفت اداءها المالي بدا يذبذب او ينزل، لابد انك تغير التقييم الموجود عندك على الشركة. تعيد النظر. أكيد. أكيد لابد يعني. لكن هل تعتقد أن الشركات ممكن يجيها إيحاء من الشركات؟ أنا مقصد طبعا لا سابق ولا غيرها أيا كانت الشركات في العالم. هي. أنه تفضل أنه يعطى توصيات إيجابية عن سهمها؟ أكيد. يعني كل الشركات تقول لك أبغى التوصية إيجابية. وش يستفيد طيب؟ بالضبط. هي هذه جاية من أمريكا، من السوق الأمريكي. السوق الأمريكي بونس المدراء الرؤساء التنفيذيين يعتمد على أداء الشركة. لكن تجي بالأسواق الأوروبية والأسواق حقتنا ما لها علاقة. ما لها علاقة في الإقراض والقروض والقيمة السوقية. لا ما لها علاقة، لأنه يعني عندك أنت في نوعين للتصنيف. في عندك التصنيف الائتماني هذا زي الستاندرد بور وموديز وفيتش وهذول، وفي عندك اللي هي تقييم الشركة، أداء الشركة. وهذا أداء الشركة هي أداء الشركة للمستثمرين، ما هو لا للشركة ولا هو للبنوك. فبالتالي ما له يعني ما في علاقة مباشرة بين مثلا بونصات حقت أو مكافآت حقت رؤساء التنفيذيين للشركات المحلية وبين أداء السهم حقها. عادة المكافآت تكون على حسب الأداء، لكن هم يربطون أداء السهم المالي بأداء الشركة. فلذلك صار اللبس هذا موجود في بعض الأسواق ومنها السوق السعودي. طيب هل تعتقد أن شركات الاستثمار بشكل عام يعني أنه ممكن تكون حيادية 100%؟ لابد يعني. حتى مثلا أتكلمك عن خبرتنا حنا هنا في السعودي الفرنسي كابيتال، إحنا عندنا يجيهم إغراء من شركات؟ لا ما يجي يعني أبدا. أنا ما أقصد الفرنسي بشكل عام. لا ما يعني حتى لو صار بيكون ممكن بشيء فردي ويعني تصرف منبوذ يعتبر من الشركات ومن المحللين طبعا. حنا عندنا طويل العمر باي سايد ريسيرش اللي هم هذول شغلتهم يعطونا الأبحاث أو التقارير للمدراء الصناديق حقين فقط، ما لهم علاقة بأي شيء ثاني. وفي عندنا السيل سايد ريسيرش هذا اللي نبغى نسويه، هذول يعطون التوصيات للمدراء الثروات اللي موجودين عندنا، وهذول مدراء الثروات يجون يتكلمون مع العملاء. فلذلك ما في يعني علاقة مباشرة وما في تأثير بيجي من الشركات. يعني
عندنا مثلا تمويل الشركات اللي هي في السعودي كاب السعودي الفرنسي كابيتال يتعاملوا مع الشركات المدرجة وغير المدرجة لإدراجها أو لعمليات الدمج بينها أو للاكتتابات جديدة أو زيادات رأس المال. هذول يعني لهم علاقة مباشرة بالشركات، لكن لما يكون في أي عملية لهم إحنا ما نصدر تقارير لا سلبية ولا إيجابية على الشركة أبدا، ما نسوي عليها تغطية. يعني هذا كله حتى بالنسبة للشركات الأخرى كله شيء جديد بالنسبة لنا، حتى بالنسبة لهيئة السوق المالية يعتبر شيء جديد. طيب أستاذ ياسر، هل الأزمة المالية قبل ما أختم الحوار تعتبرها يعني رغم الدول المتقدمة ورغم الدول اللي تعتبر يعني تصنيفاتها الاقتصادية وإلى آخره الأفضل في العالم، وقعت في أزمة لم تخرج منها الآن من 3 سنوات أو 4 سنوات؟ صحيح. كيف يحصل هالشيء؟ يعني هي الأزمة لما بدأت في 2008 مع البنوك الأمريكية وبعض الشركات الأمريكية، وكان الشيء الأساسي الدافع لها يعني اللي هو الطمع من الشركات هذه. الإقراض بلا حدود أو الاستثمار بالإقراض بلا حدود أو بيع أشياء ما يملكونها وشراء أشياء ما يقدروا يدفعوا قيمتها. والآن للأسف راحت العدوى من الشركات الأمريكية للحكومات الأوروبية، صارت تسوي نفس الشيء. جت اليونان بدأت تصدر بها السندات اللي ما تقدر حتى تسددها. طيب جت إسبانيا وكل السؤال الأخير قبل ما أختم نص دقيقة، الإكزيت المخرج وين متى؟ يعني هذا السؤال جدا صعب عشان خدت في الحوار. المخرج يعني على المدى القصير ممكن يكون في ارتداد الأسواق، لكن على المدى القصير كم تقيسه يعني؟ يعني أتكلم من 3 إلى 6 أشهر يمكن يكون في ارتداد للأسواق. أوكي. عادة يعني في نهاية السنة يكون في زيادة الأسعار البورصات العالمية. أوكي. لكن على المدى الطويل عن وقت اقتناص الفرص، يعني الرؤية ما هي واضحة. يعني الوجه الآخر للأزمات فرص. الأزمات طبعا فرص، وهذه الأزمة اللي موجودة. يعني في ناس كثيرين يقولون إنه هذه وقت لاقتناص لمعظم الشركات. يعني حتى لما تيجي تشوف على أسعار البنوك الأوروبية أو الأمريكية الآن جالس تباع بأقل من قيمتها الدفترية، 20% و30% من قيمتها الدفترية. شكرا لك سيد ياسر. شكرا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.